أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أبي داود، ما زلنا في المناسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك باب في الهدي، باب من بعث بهديه وأقام. يعني بعث بهديه وأقام، هو الباب معقود لتعلم أن الذي بعث بهديه هل هو بذلك يحرم عليه ما يحرم على المحرم، يعني محظورات الإحرام لا يجوز له أن يأتي بجانبها. هذا هو المقصود من هذا التبويب، باب في الهدي. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، ابن قعنب القعنبي، ومن ثقات الأثبات، أثبت الناس في مالك. قال حدثنا أفلح ابن حميد ابن نافع الأنصاري النجاري المدني، قال أبو حاتم الرازي ثقة لا بأس به، وابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث. عن القاسم، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا يعني هذا من الفضلاء النبلاء. يعني سعيد القطان كان يقول فقهاء المدينة 10 وذكر منها القاسم. في حد عبيد الله يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. الله أكبر. عبيد الله العمري، تعلمون أنه ثقة من الثقات، عن القاسم عن عائشة قال ترجمة مشبكة بالذهب. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وهذا الذي نريده في التبويب وأراده المصنف. قالت ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وبسندي عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل خلائد هديه وما يهدى الحرم من بهيمة الأنعام، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وقال حدثنا مسدد، ومن ثقات الأثبات شيخ من أصحاب الكتب الستة، حدثنا بشر بن فضل ومن فضل من الثقات عن ابن عون، أو قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون، عبد الله بن عون المزني مولاهم البصري، وهو من الثقات. ذاك يعني شعبة كان يقول: ما رأيت مثل أيوب السختياني ويونس بن يزيد وابن عون. وأحمد وثقه. قال عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم أيضا، إبراهيم هنا هو إبراهيم بن يزيد النخعي، فابن عون سمعه من القاسم وعن إبراهيم، ويقول رغم أنه سمع منهما جميعا لم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي، أو بيدي من عهد صوف كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالا. يأتي ما يأتي الرجل من أهله. طب التبويب هنا، أنا أريد المزية من التبويب أصلا مع الأحاديث كيف هي. هنا التبويب قال: باب من بعث بهدي وأقام. ما أنا أريد وجه التدليل في الحديث مع التبويب. المتوقع أنه لا يلزم شيء مما يلزم المحرم، وهذا المقصود أصالة من هذه الأبواب. عائشة رضي الله عنها أرضاها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت، فهذه المسألة الأولى، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم للبيت، وهذه المسألة الأولى، وأنه للإنسان أن يهدي للبيت، وهذه من أعظم الصدقات وفيها ما فيها من الطيبات والخيرات. وقلنا بأنه بيجعل الإشعار لها، وأيضا كانت عائشة تفتل قلائدها من أجل أن يعرف أنه للبيت، ولأن العرب جميعا كانوا يعظمون ذلك. يبقى إن كانت هذه الصدقة وهذا الخير الذي يقدمه لله جل في علاه، فهل كهدي المحرم فهل يحرم عليه ما يحرم على المحرم أم لا؟ معناه يبقى في مكانه
الأحاديث، أحاديث الباب بأسرها تبين لك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالتأكيد أنها قالت لم يحرم عليه شيء. لما؟ لأنه بلغ ونما إلى علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هناك من يفتي بأنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم، وهو ابن عباس وغيره، على أساس أنه لو أهدى للبيت صار كالمحرم فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، فيحرم عليه ما يحرم على المحرم. ونما إلى علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذلك، فأرادت أن تعلم بالدليل. ولذلك قلنا دايما العلم أصلا أصالة العلم فيه الدليل، والفتوى زينتها أصلا الدليل. فلذلك هي قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ولم يحرم عليه شيء، لم يكن يعني حراما، يعني لم ينزل منزلة المحرم، وأنه لا يتجنب محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام للمحرم حتى وإن أهدى، هو شابه المحرم في الإيه؟ فأنه في الهدي، ولكنه لا يحرم عليه إلا إذا كان متلبسا بالإحرام، فإن لم يكن متلبسا بالإحرام فلا حرم عليه، فلا حرم عليه. الفوائد المستنبطة: خدمة الزوجة لزوجها. قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها، علمنا الإشعار كيف يكون، وأكدت فما حرم عليه شيء كان له حلا. جواز تصدير المرأة للتعليم، جواز تصدير المرأة للتعليم. الإلحاق لا يكون إلا بالمطابقة التامة، الإلحاق لا يكون إلا بالمطابقة التامة، الإلحاق لا يكون إلا بالمطابقة التامة. الإلحاق الحل بالإحرام مجرد الهدي البدي الهدي البيت تقصد، ممتاز جهاد، ممتاز ممتاز. والمعنى أنه شابه المحرم في الهدي ولكن لم يطابق في العمل، لم يطابق في الكل. ممتاز جزائري، يا سلام، عندما تستفيق، عندما تستفيق وتبقى على طلبك للعلم فقط نرى منك عجبا ما شاء الله.